يا ابو بدر جد سندس. خليها تتفضل. ايش فيها سكرتيرتك شادتها؟ تونا نقول لها خليها تتفضل. نعم آمر يا سندس. بنتك وجد افصلوها من المدرسة. تامر كيف حالك؟ هلا والله الحمد لله. ايش اخبارك؟ لا وش رايكم طيب. اجيب لكم معصوب؟ وش سوت البنت؟ وش سوت المهبولة ذي؟ وش سوت؟ سوت فيكم انا؟ ايش سويت فيكم عشان تسوون فيا كذا؟ صلاة وصلي، زكاة وزكي، دعاء وادعي، مخالفات ما علي. حرام عليكم يا ناس، انا ايش ذنبي يصير فيني كذا؟ ظلم. نعم؟ الظلم انك قاعد تهاوشني وانا قاعد اساعدك. ثامر تفضل انقلع. انقلع! والله ولا حق التقرير اللي سويته. وش اللي صار بالتفصيل؟ بنتك اختطفت بنات زميلاتها في المدرسة واحتجزتهم. اختطفت البنات؟ أيوة اختطاف اختطاف. ولا وزيدك هددتهم بالقتل في المعتقل. علشان كذا أنا جايتك هنا علشان نحل الموضوع بالحكمة. الحكمة تلقينها عند معزبك هناك، عند أبو فايز الدب المدرب. لحظة يا أبو بدر. قلعي بس. الحكمة يا أبو بدر. أنا واحدة تعبت مليت كيف هو يا عياله.